من تمارض مرض، ومن تفاقر افتقر، ومن تذلل ذل، ومن استعصم عصم، ومن استحسن حصن، ومن تعزز عز. أنت حصيلة لنفسك. السلام عليكم، كل شيء بخير، نتمنى كل شيء يكون بخير. هذا الفيديو اللي قلت لكم هي باش نبين لكم على ان القدر موكل بالمنطق، فراقبوا مما تقوله انفسكم. بغيت نقول لكم دي زيستوار اللي جبتو هاد القضية، يعني في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وانا نقول لكم يعني امثلة اللي هم حيين، يعني اللي هم دازوا وكاينين في القرآن، كيتبشو هاد الهضرة، كيتبشو على ان اي القدر موكل بالمنطق. وشنو كنقولوا حنا لراسنا؟ مرض شديد، فلما سأله زعما على سبب المرض، كيقول لي زعما داكشي اللي تعطيه ليا في الآخرة عجله ليا في الدنيا. وقال لي زعما علاش ما دعيتيش اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من عذاب النار. وعن يوسف عليه السلام لما أطال بالسجن، قال الله سبحانه وتعالى، قال لله، دعا الله وقال لا أنك زعما أطلت به السجن، قال لي أنت طلبت السجن فأعطيناك. وفي القرآن ورد أن يوسف عليه السلام قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.